من الإمارات، هاشتاغ إماراتي قديم عاد للواجهة بقوة أمس ليدخل في قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في تويتر الإمارات صباح اليوم. هنا الربيع العربي الحقيقي، هنا الحصن المنيع، هنا صفوف الرجال التي لا تعرف المستحيل، الأمن والعدل والسلامة، هنا وطن السعادة. وإلى هاشتاغ آخر بعنوان الحضيف يفتري على الله، رداً على تغريدة الكاتب السعودي الإخواني عبد الله الحضيف عندما سأله أحد المغردين قائلاً: لماذا توالي وتعادي على شعار رابع الإخواني؟ هل كان الرسول أو الصحابة أو التابعون أو علماءنا الراسخون إخوانيين؟ ليأتي رده: ربنا يقول كونوا عباد الله إخوانا. هذا الرد الذي استثار غضب المغردين فاضحاً فكراً يؤول الدين بما يتماشى مع أهواء وسياسات جماعة اتخذت منه ستاراً. الحضيف بجوابه يفتري ويستهزئ ويؤكد أن حزب الإخوان وشعار رابعة من السنة، متدين وتحرف القرآن، حزب خائن وبلا ضمير ولا قيم. الإخوان لا دين لهم غير السلطة. ناهيك عن الانتقادات التي وجهت للحضيف كون ما استشهد به كان حديثاً وليس آية كما قدمها هو. وإلى السعودية وعودة النقاش مجدداً حول قضية قيادة المرأة للسيارة، وذلك عبر هاشتاغ بعنوان إذا سمحوا بقيادتهن، أطلقه هذه المرة رجل سعودي داعماً بقوة مبدأ قيادة المرأة، وذلك من خلال حملة شاركته فيها زوجته التي ظهرت إلى جانبه وهي تقود السيارة خارج السعودية في مقطع فيديو صوره خصيصاً، وجه خلاله رسالة إيجابية للمسؤولين معدداً الضرورات التي توجب السماح للمرأة بالقيادة في بلاده، مبيناً أن الظروف قد تمنع رجلاً مقعداً من القيادة أو إحضار سائق كما يعاني هو. رسالته الصادقة دفعت آلاف المغاردين للمشاركة في الهاشتاغ، كما كانوا معارضين لتعليمهن أيام زمان، واليوم حصلنا على التعليم، سيحصلنا على القيادة أيضا. أتوقع المشايخ والمتشددين ليس لديهم أي مبرر للاحتجاج على القيادة، لأن القيادة ضرورة وليس لها دخل في الدين. وأيضا تعليقات طريفة: ربما الرادار بيستحي وما بيصورهن عشان عيب.